عبد الرحمن أحمد أمين من قدم لنا كلمات في هذه الأمسية الجميلة ويعطينا التواقيت الزمنية برفقة إخواني سالم بن سعيد بن حضيرم وسالم بن علي الحبسي. ولك الكلمة يا بن حضيرم. شكرا للزميل نايب بن سعود البلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أجمل تحية من هنا من أرضية ميدان الوثبة من عاصمة الميادين وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة ياس الفضائية، قناة دبي ريسنج، قناة الكاس والقنوات المصاحبة لقناة ياس في هذا النقل الحي والمباشر في هذا المهرجان ختامي الوثبة 2024. نتشرف بهذا المساء وبهذا الحضور من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. مرحبا يا ابو زايد، شرفت في هذا المساء وفي هذا الحضور. ايضا ارحب بسيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحادات سباقات الهجن. مرحبا بالجميع، مرحبا بالمتابعين، مرحبا بالمشاهدين في دار زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي في عاصمة الميادين. الوثبة في هذا المساء في هذا اليوم من يوم الإذاع يوم الإمتاع، أشواط الإذاع الإنتاج شوط المحليات ذهب مع الزود وعندها زود مع طيارة اليبهوني مطر بن سهيل بن علي اليبهوني، وهنا شوط المهجنات ينطلق على أرضية هذا الميدان. مسافتنا 6 كيلومتر، جوائزنا نقدية قيمة من المركز الأول حتى المركز العاشر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الأخوان المشاركين الذي أتوا من الدولة من دول مجلس التعاون. مرحبا بالجميع. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط مهولة على المركز الأول مع الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ على المقدمة. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني وجنا لسيد ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري، وفي المركز الثالث ناخذ اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات. أرى عسيلة على المركز الثالث في هذه اللحظات. هيا عسيلة السيد خليفة بن عبيد بن ركاض العليلي اللي على المركز الثالث. المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع زعامة في هذه اللحظات للسيد عبيد بن حمد بن الضبيب بالضبيعة الشامسي، وفي المركز الخامس نشوف مذيار على المركز الخامس للسيد عامر بن محمد بن زايد المنصوري، وفي المركز السادس نشوف وناخذ اللي على المركز السادس في هذه اللحظات. الشاهينية قادمة بقوة للسيد صالح بن محمد العامري، وفي المركز السابع دينا على المركز السابع في هذه اللحظات للسيد أحمد بن عبيد المرر، وفي المركز وصلنا إلى المركز الثامن وطن على المركز الثامن ومقل الوطن للسيد مبارك بن ناصر المنصوري، وفي المركز التاسع شقرة على المركز التاسع للسيد أحمد بن سعيد بن بروك الحميري، وفي المركز العاشر نشوف اللي على المركز العاشر هقوى للسيد ناصر بن محمد بن مريزيق المري. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط والصراع. الدكتور لازال مسيطر، الدكتور على المقدمة لازال على مقدمة هذا الشوط.
يطمح ويسلم على المدينة الطبية في إمارة دبي. يا سلام يا سعيد يا الشيخ يا الدكتور مع مهولة على المقدمة، لا زالت تدي أحسن عروضها في هذا المساء وفي هذا المهرجان المتميز، مهرجان ختام الوذبة 2024. ها يا نشوف مهولة على المركز الثاني في هذه اللحظات، ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري يلاحق الدكتور على المقدمة. المركز نشوف المركز الثالث مذيار للسيد عامر بن محمد بن زايد المنصوري قادم من مدينة زايد. المركز الرابع ناخذ اللي على المركز الرابع في هذه اللحظات، نشوف الشاهينية صالح بن محمد بن سالم بالعجوي العامري. وفي المركز الخامس اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات، ترى اللي في المركز الخامس للسيد احمد بن عبيد بن احمد المرر اللي على المركز الخامس. نرجع الى المقدمه، نرجع الى الصراع على مقدمه هذا الشوط، نشوف التغيير طرى وجرى على المقدمه، لكن نشوف لا زال الدكتور سعيد بن سالم الشيق على مقدمه هذا الشوط، لكن هنا التغيير من قبل وجنا غيرت، انتقلت الى المركز الاول للسيد ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري مع وجنا على مقدمة هذا الشوط، ترقص وتلعب على أرضية ميدانها في هذا المساء وفي هذا المهرجان. يا السلام على هذا الأداء المتميز، وجنا وأيضا هنا بكرة الدكتور قادمة بقوة، عينا على المركز الأول، مهولة تبى تستعيد المركز الأول، لكن وجنا تقول أنا موجودة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام وجنا ومهولة، لكن التسلل من الجانب الثاني، نشوف بن بروك قادم، خالد بن سعيد بن بروك الحميري مع شقرة على المقدمة بشعار خالد بن سعيد بن بروك الحميري، يبي يسلم يمسي على أهل العين هناك باليبهوني، سلم على أهل العين وأهل عشارج، وهنا خالد بن سعيد بن بروك الحميري يبي يسلم على هالي منازل، على هالي المسعودي بهذا الأداء المتميز الذي تقدمه شقرة في هذا المهرجان المتميز، في هذا العرض المتميز، في هذا الحضور المتميز من بو زايد وبو حمدان. ها هي شقرة، سلام يا بن بروك، سلام يا مدينة العين، سلام يا أهل منازل، تهانينا خالد بن سعيد بن بروك الحميري على فوز شقرة بالمركز الأول. المركز الثاني الذي وصلت على المركز الثاني للسيد سيف بن علي بن عزيز الشريفي، وفي المركز الثالث الذي وصلت على المركز الثالث للسيد أحمد بن عبيد بن أحمد المرار، وفي المركز الرابع الذي وصلت على المركز الرابع هنا الناصر بن محمد بن ناصر الرزج المري، وفي المركز الخامس الذي وصلت على المركز الخامس السيد حمد بن سيف بن فالح بن راشد الشامسي. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول شقرة إلى خط النهاية وهي منتزعة المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. التوقيت الأفضل 9:05 جزء واحد من الثانية، تهانينا لمالك شقرة خالد بن سعيد بن بروك الحميري والذي وصلت على المركز الثاني. هيبة وصلت على المركز الثاني قاطع مسافة 6 كيلومتر في زمن وغدرة 9 دقائق 6.4 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لمالك هيبة سيف بن علي بن عزيز الشريفي والذي وصلت على المركز الثالث. دينا وصلت على المركز الثالث قاطعة مسافة 6 كيلومتر في زمن وغدرة 9 دقائق 7 ثواني 9 دقائق 6 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك ديمة. تهانينا أيضا لأحمد بن عبيد بن أحمد
المرار، تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز، تهانينا والناموس. شكرا للزميل سالم بسعيد بن حضير مالك تبي، مشاهدينا الأعزاء.